كشف المرشح الفائز عن تحالف تقدم يحيى العيثاوي عن تفاهمات جيدة بين القوى السياسية الفائزة في الانتخابات لتشكيل الحكومة المقبلة، وفي مقدمتها الكتلة الصدرية وائتلاف دولة القانون. وأضاف أن التقدم محط أنظار المكون السني لامتلاكه أكبر عدد من المقاعد النيابية، مشيرا إلى أن عجلة التحالفات السياسية تتحرك باتجاه تشكيل الحكومة المقبلة. ولفت العيثاوي إلى أن التقدم الأكثر مقبولية خلال المرحلة المقبلة لدى الأطراف الشيعية، وهناك تفاهمات جيدة مع دولة القانون والتيار الصدري.